كورة مخدومة ممتازة جدا من الأهلي، فرصة كبيرة للفريق القاهري، التوزيعة والكرة من متعب خطيرة جدا، والحكم يقول ضربة جزاء، الحكم يقول ضربة جزاء، ضربة جزاء للنادي الأهلي، ورقة صفراء. سنرى الريبلاي، سنرى الإعادة. هنا خبرة الأهلي، قوة الأهلي، يرجع هشام العمراني المنتدب الجديد في وسط الدفاع، الواك يرتكب خطأ، يلمس الكرة بيدي، والحكم يعطي ورقة صفراء مع ضربة جزاء للنادي الأهلي. هذه الكرة من سيد معوض، كرة خدمت مليح، كرة ممتازة، وهنا لمسة اليد كانت واضحة، هنا كانت واضحة من العمراني، قل التركيز، مشى الكرة واضحة جدا، ما فيش كلام، الحكم متفطن، وركلة جزاء على الوداد البيضاوي. سيناريو حقيقة متقلب الأدوار، متغير الأدوار، بعد بداية ممتازة من الواك 1-0 في أقل من دقيقة، هنا الكاريزما بتاع النادي الأهلي يرجع يتعادل، وعنده شانس للهدف الثاني، قول عنده شانس لأنه في شانس أيضا للمياغري أن يوقف كورة وائل جمعة. نعرف نادي المياغري ممتاز جدا على الكرات الثابتة، وفرصة هنا من وائل جمعة يتقدم الثاني، الهدف الثاني رغم محاولة الحارس نادر، رغم محاولة المياغري الهدف الثاني. إذا هدفين للأهلي مقابل هدف للوداد، 3 أهداف في أقل من 22 دقيقة في منتصف الشوط الأول، 3 أهداف. الفرجة موجودة والإثارة موجودة في هذا اللقاء العربي في صراع الكبار وصراع الزعامة للقلعة الحمراء بين النادي الأهلي ووداد كازابلانكا. هنا الإصرار من وائل جمعة اللي سجل أولى أهدافه الموسمية في كأس الأبطال. إذا هدفين لهدف